أكيد اسمه سقط سهوا، ما في غير هيك. طيب طيب على عيني، أنا رح أفهم منه كل شيء. تكرم عينك. ولا تكرم عينك. يا أهلا وسهلا. أهلين، مع السلامة. أخ، سودت لي وشي قدام كل رفقاتي، ما خلت لي وحدة إلا أطلع فيها. الله يسامحك. الله يسامحك. يسامحك. لا يا أبو أحمد لا، طلعت ما نكف ومنوب وما حد قدامي ماني حسنان تطص وشك. لك لا ليش؟ ليش شوفي؟ هيك أنا بيأمن فيه؟ طالعتني بالخجلة ولا بتقد الكباية قدام أخي؟ قد الكباية؟ أنا خجلة؟ عن إيش عم تحكي أنت؟ يا حرام، عمل حالك مالك دريان، غشيم. هلا لا تخطف لي الكباية من رأس الماعون، قل لي شو الموضوع لقلك إذا كان عندي خبر ولا ما عندي خبر، شو القصة؟ ماجد ذكروا بالموضوع، يعني صحيح أبو أحمد كفو بس بيكون نسيان. ماشي بذكره. ما وعدتني تحاكي ابوك مشان اخي ينجح بالمسابقه؟ اخوه مزبوط، حكيت ابي مشانه. اسمح لي لك انك عم تضحك علينا. لا يا ماجد لا، طارق ما بيعملها. هلا طارق بيعملها. كفو طارق كفو، يعني شو ما قصدناه بيخدمنا. لا سيدي مو كفو، وطارق سواها، لكان لقلي تفسير واحد للشي اللي صار. هلا شو هو اللي صار؟ فهموني، حاجتكم لفوا دوران بقى، بدي افهم انا شو القصة؟ يعني احكي بصراحة ماجد، شلشتوني بصراحة. بصوت احمدي استاذ، هدليك الشجرة الأولى تم يحكي لحكيت. ايه بتتذكر يا طارق جيت لعندك وقلت لك اخي بده يقدم على مسابقة عند ابوك، حاكينا اياه بمعيتك كذا. ايه شو قلت لي؟ قلت لي خلاص اعتبرها منتهية، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. ايه رسب بالمسابقة وحطوا له رسب. اكيد رجع يغشم حاله. لا انت انو مسابقة؟ شو اللي صار؟ يعني انا بدي افهم شو القصة، شو الموضوع؟ انت يعني مين هو؟ أخوك مازن؟ 700,000 بس؟ ايه ما حدا رضي يدفع أكثر من هيك. يا رجل السنة الماضية دفعوا لي 900,000 وما بعد. ايه هذا السنة الماضية. ليش شو صار هلا؟ شو؟ كأنك مالك هون، ما عم تقرا جرايد. بقرا الجرايد كلها. يا سيدي هذا من شهر نزل خبر بالجريدة إنه يمكن يعملوا معمل تجميع سيارات عنا بسوريا، وهالخبر ضرب السوق ضرب. صار لها 10 سنين الناس عم تستنى هالخبر، هلا ما صدقته إلا وقت بيع سيارتي. نحن لسه لا بعنا ولا اشترينا، إذا ما عجبك السعر أجل البيع شهر زمان. ليش شو راح يصير بهالشهر؟ بجوز يطلع خبر يلغي خبر المعمل، بيقوم بيحمى السوق. وإذا برد على حظي؟ بصير حقق قد السوزوكي 200,000. أخي أنا لا بدي نام بين القبور ولا بدي أشوف أنا مات وحشي، حظي وبعرفه، قل له موافق على السعر. إذا هيك اليوم بيكون المصاري عندك. بس أحمد في ولا رش ما بضل. شو هدول؟ مصاري. شو هدول؟ بعرف انهم مصاري، بقصد منين؟ صرفت؟ صرفت. ايه ها؟ من زمان؟ ايه بس لا يروح فكرك لبعيد. بعت السيارة وهي أول دفعة من حقها مشان جهاز معها. بعت السيارة؟ لكان منين بدي اجيب مصاري؟ اسرق؟ ارتشي؟ بيكون احسن. ما وطارق ما فكرت انه رح ينزعج من بيع السياره؟ انا بعتها مشانه. على كل حال بكره بس ينفذ مشروع بيت جده ويصير معه مصاري يشتري السياره اللي بده اياها. اخ العواد ما نشتري سياره ثانيه لمها، من رحنا بعنا السياره اللي عندنا. لك شو الحظ اللي لي الان؟ الله يستر لي هلا من طارق. شايفتك عم تلبس، بدك تروح لوين؟ بدي روح عند رفقاتي ادرس. هلا بهالليل؟ اه امتى الواحد بيدرس كان؟ طيب على راحتك، بس كنت بدي اقول لك على شغله، بس يلا بعدين بكره بخبرك عليها. معلش. لا ماما. شو هو؟ شو خير؟ شو في؟ معلش ابني، قلت لك بكره بخبرك عليها. شو في؟ قلقتيني. والله ماني عارفه شو بدي اقول لك. شو بابا بوشي؟ ماما رح اقول لك، بس توعدني ما تزعل. لا ما بزعل. ليش شغله بتزعل؟ ابوك. شنو؟ ابوك باع السيارة. بيع السيارة؟ شو اي سيارة؟ اي سيارة؟ سيارتنا. اي وحدة؟ الاوبل. الاوبل؟ ايه مع الاوبل؟ ايه يا جماعة تشقدوا وحافيني. مين هذا الشخص؟ ماجد الفيل.
تزعل دخيلك، ما بدي اياك تزعل. ما بدي اسمع رفيقي. خلص خلص رح اجيب لك اياها، بس ما بدي اوصيك. خلص صار بينك وبين أختك؟ قبلت الدعوة؟ لا ما قبلت. أف، وليش ما قبلت بقى؟ معك حق ترفض. أنا أصلاً ما كان لي قلب سافر وأترك وسام. معقولة ما عزبوا العرض؟ أنت شو بده يعني كاش؟ شو عم تقول؟ لا لا ما في شيء. عم أقول لك بنطلع له إياهم مناسبة تانية إن شاء الله. الحذاء كان قدر. شو كنت عم تكتب؟ ما تعبت من الكتابة؟ قوم نام بقى قوم. شو مها لساتها سهرانة؟ الله يرضى عليها، من المغرب ما رفعت راسها عن الكتاب. ورجع هذا الأصماص؟ طارق عم يدرس عند رفقاته، يمكن يتأخر شوي. قال شجرة قطعوها وأخذوها على المنشرة ونشروها تفوف تفوف. تفوف سووا منها خزائن وتحف، وتفوف سووا منا أبائيب. لشوف شو أخذتها معه. فظاعة. أنت بدل ما تشجعه وعاد حطم له معنوياته. طارق جوهرة، جوهرة! ايه روح شوف الشباب شو عم يساووا. ظريفة. أمي أمي جيبوا لي أمي
بيد امي. شق دوحة. أنا الدكتور أحمد عبد الحق، زوجتي. طارق، مرحبا دكتور. حبيبي طارق، كيف حالك؟ ماما الحمد لله على سلامتك. طمني حبيبي، شو براسك؟ عم يجعك شيء؟ أخ، طمني ماما. إيه الشاب اللي ضربته بالسيارة مات. لا بابا لا، إن شاء الله، طمن أنت. من وقت ما أخذت مفاتيح السيارة وأنا قلبي قامطني، كل الحق علي، ما كان لازم خليك تطلع من البيت. لا هلا حتى الشغلات اللي نحن بنغلط فيها تقولي الحق عليكي فيها. اخ انا مستعده احمل عنك كل اخطائك يا ابني، بس ما يصير لك شيء يا حبيبي. بس شكتني ابره طويله، شوفي لي اياها اذا طلعت للجهه الثانيه. ثمانية يا دكتور، حاله طارق جيده، الله لطف ستر. طيب الشاب اللي انصدم شو حالته؟ الحمد لله الشاب ما مات، بس انصاب بكسر متبدل بساق اليمنى. الحمد لله، تفضل. يا امي الله يجازي اللي كان السبب، الهي فرجيني فيه. اهلا اهلا دكتور. اهلا، شو شلون رامي هلا؟ نحن عم نستناك لحتى تيجي انت تطمنا عنه دكتور. ان شاء الله بكره او بعد بكره رح نعمل له عمليه، ان شاء الله بيرجع يشتي مثل ما كان. عمليه؟ ليش العمليه دكتور؟ جبصين ما بيكفي؟ الكسر اللي عنده متبدل والافضل نعمل له عمليه. ان شاء الله ما بيشوف يوم ابيض اللي كان سببك يا ابني. هيك حياة الناس لعبة؟ لأنه السيارات مو تعبانين بحقها، تاركينهم يمرحوا يسرحوا بالشوارع. بعرفكم على المدير العام دكتور أحمد عبد الحق، والده لطارق اللي ضرب ابنكم بالسيارة. وكمان أبوه مسؤول. حقنا ضاع، ضاع حقنا. أوضي على الله، أوضي على الله. ولا يهمكم أختي، حقكم محفوظ، أنا تحت أمركم. رجلي يا أمي رجلي. طمنوني. شو ماما؟ الحمد لله طارق بخير. يعني مو مختار؟ لا مو مختار، في جرح بسيط براسه وبيطير بسرعة. طمني ماما طمني. يا ماما معلش يا روحي معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا سيادة المدير العام. كيفك عمو؟ رجلي عم توجعني. سلامتك، اعطيني الطبلة تبعك. ايه على عيني. خير خير، شد حيلك. عليه العافية ان شاء الله. الله يعافيك يا رب. هذا كسر متبدل بالساق اليمنى، بس ان شاء الله خلال فترة قليلة كثير بترجع اجره لوضعه الطبيعي وبيزول الألم ان شاء الله. الله يطمنك. اخي ابرامي لو سمحت لي عاوزك كلمتين على انفراد. على عيني. عن اذنك اختي. تفضل. معافى عمو. الله يعافيك. انا مقدر مشاعرك ومشاعر زوجتك، الضنا غالي، لكن الحادث صار قضاء وقدر. على كل حال بتمنى انه ننهي الامور بيناتنا بدون شرطه وبدون محاكم، والمبلغ اللي بيترتب عليه انا جاهز. شكرا لك. انا ما مخبي عليك، لما عرفت انك مسؤول قلت لحالي الحقنا ضاع، ومو بعيد انك تلبس ابني يكون هو سبب الحادث. لكن بعد اللي شفته منك واللي سمعته عنك انا تنازلت عن حقي، والله يعافي لك ابنك ويطمنك عليه. طبعا انا بشكرك كثير على مشاعرك. تفضل.
بس انا مصر انك تطلب المبلغ اللي بتريده وانا جاهز. دكتور احمد، فلوس وناموس ما بيجتمعوا. ارجوك تقبل مني هدول، لا تعتبرهم حق تنازلات، لا ابدا. هدول مصاريف لرامي لبين ما يسترد عافيته بالسلامه ان شاء الله. بالنسبه لتكاليف المستشفى والعلاج اتركها لي. ارجوك تضل كريم معي للاخر مثل ما كنت كريم معي بالاول. استغفر الله العظيم. انا مره ثانيه بكرر لك اسفي. المثل يقول رب ضاره نافعه. شو قصدك؟ قصدي انه ابني رامي منغص علي حياتي وبجنني. لا شغله ولا وظيفه. ما له شغله الله وكيله غير السهر لنصاص الليالي والتدخين مع رفقاته. الله وكيلك معجزني. بعمول لحالي اذا ممكن باعتبارك مدير اكبر شركه بالبلد بركي بتقله شي وظيفه عندك. يعني بترجاك حي الله شغله تكون، المهم انه يسحب مصروفه ويفكر بمستقبله. تكرم عينك. بس يتحسن رامي مروا لعندي هالمديرية وبعمل جهدي اني تبدل الوظيفة. كتر الله خيرك، الله يكتر من امثالك. ولو يا اخي ابو رامي هذا واجب، المهم انه يقوم بالسلامة. الله يخليني اياك. الله يعافي لك يا اخي. السلام عليكم. يا مان الله، مع السلامة. أهلين بابا. الله يصلحك على العملة. أمو أنا شقدوحة هو اللي أحط شنو شقدوحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شلون الجرح هلا؟ جرح عم يجعل؟ كثير. ما أعطوك إبرة؟ أعطوني إبرة طويلة. هلا بكم الوجع. شلون رامي؟ احسن الحمد لله. واهله ما راح يشتكوا عليك. خير 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 ان شاء الله. بابا هذا الاكل احسن لك من هي. حسن. انا رايح على الشركه، بدك شي بابا؟ هلا انت شو؟ هلا انت بس لو اعرف امك على شو متوحمه. مرحبا عمو. اهلين اهلين عمو، حضرة الملائكة. ها هي راح اترك لك احلى ممرضة يا بابا. طبت؟ الحمد لله على سلامتك يا طارق. الله يسلمك. شلون شايف حالك هلا؟ ما تحسنت؟ احسن. يلا يلا شد همتك وما تقضيها بالفرشة. انت نسيان انه الفحص على الباب؟ لا فحص على الباب ما بنلحق. الا اسيدي صدقني بتلحق، اذا نظمت وقتك بتلحق. بعدين اي مساعدة انا جاهزة، واي شيء ناقصك من عيوني. عيوني؟ شوفي لي ابي راح. لك ايه راح؟ يسلموا لي عيونك. خي خي شوكولاتة سلم. هلا ما زال الجماعة سقطوا عن حقهم، أنت شو اللي مضايقك؟ أكيد الطبيب الشرعي رح يعطيه إصابة فوق الشهر، وبهالحالة رح تتحرك ضد طارق قضية الحق العام. إيه ما مشكلة هي بتحلها. شلون؟ شو مانك ناوي تحكي مع حدا؟ طبعاً لا. معقول؟ معقول أنت يا أحمد هذا ابنك؟ اللي انضرب ما له أم وأب؟ والله ماني عارف، شجعك على هذا الموقف ولا لومك عليه؟ أنا مشكلتي ما عادت عن طارق. طارق شو ما كان الحكم بيتحمله. المشكلة عند الست أميرة هذيك اللي مهدتني. إذا انحبس طارق قال تترك البيت وبتمشي. حلو. وينك؟ تجي بتسكن عندي وبتساعدني بالطبخ والغسيل. الحمد لله على سلامتك يا استاذ طارق. على مالك على مالك على مالك على مالك استاذ ممدوح على مالك. شلونك هلا؟ طمني. شوف يا استاذ طارق،
الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنا مستعد طالعك منها مثل الشعرة من العجين. وإذا بدك كمان منحط الحق عليه. ومنطالبه بعطله ضرر. بس أنت وينك؟ حط عينك بعيني لا تخاف. كل شيء بنحل بالمصاري. لا تزعل عليه. كله وفا ودين حتى دموع العين. الحمد لله على سلامتك. سلمى ما بصير اقول لهم اني انا كنت عم بسوق. انا مستعد ضحي حياتي مشانك، بس ما اشوفك زعلان ومهموم هالقد. تسلم يا ابو صالح، طارق بخير. شو رايك نروح نشق عليه استاذ؟ كنت تروحوا انتوا اثنين وتتركوا المكتب؟ طيب واحد منا بيروح، بس يرجع بيروح الثاني. وامل هون. طيب مثل ما بدكم، كتر خيركم. شكرا. شكرا. تفضل تفضل. طولي بالك اختي، اكيد ابوه ما راح يتركه، هلا بيكون حكى مع الكل مشانه. منين اجتنا هالمصيبه؟ حمدي ربك اللي هيك مو غير هيك. منيح اللي ما انشل او انصاب بشعاعها مستديمه. الحمد لله. لما كان بابا يحكي معه كنت تدافع عنه. بس مها مو وقتها هلا. طمن يا ابني، رامي بخير. عمو انا مالي عرفان شلون بدي اعتذر من لك ومنه. على كل هلا يلي صار صار. ولازم تعرف يا ابني انه السرعه هي سبب كل المصايب. فرجاي لك انه تاني مره بس سوق سيارتك سوق على مهلك، لا تسرع. كيفك امه؟ الحمد لله. هذا مو اخذك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلامتك طارق، شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله. طارق مين هاد ماما؟ هلا مين هاد؟ إذا قلت لك ما راح تصدقي. مين؟ هذا أبو يا رامي. مين يا رامي؟ أبو يا رامي، رامي اللي دعسته بالسيارة. أبو للولد اللي دعسته بالسيارة؟ وليش جاي لهون؟ هددك شي ماما؟ هددني ولا ما هددني؟ لكن ليش جاي؟ جاي اطمن على إصبعتي. ما قلت لك أبو طارق راح يتصرف. شلونك أخي الله؟ الحمد لله، طول الليل وهو ينوف علي. ابره طويله فايته، ابره طويله طالعه، واحمر واخضر واصفر. تعرف اخي مو ناقصه غير ريشه من دنب شجاجه بتطلع هندي احمر. تاني مره البس كتافيات وخوذة حتى قد ما قلبت السياره ما بصير لك شيء. خلص بقى مها، المهم الحمد لله على سلامتك. يسلمك. شد همتك طارق، بدنا نجوزك، مو حلوة نجوزك وإصبعتك عم تجعك. تفضل. قام الأستاذ ممدوح. أهلين أبو حامد، تفضل استريح. شكرا. اللي كم كمبيوتر بقيان عندك بالمستودع؟ في واحد. يخرب بيتك، وين رايح بالباقي؟ عم تسألني كأنك ما بتعرف. ايه بس خلص خلص، الصبي عندي عم يبعبس بالكمبيوتر وعم نزعه امبارحة، راح ببعث لك اياه، تبعت لي واحد بداله. اذا نفس الماركة تكرم. يا بلا ابو حامد علي كمان. شو نفس الماركة؟ ما نفس الماركة، كله كمبيوتر. حاضر، بس ما بدي ذكرك. خلاص خلاص، قلت لك اليومين لا تخاف. شباك مو كل يومين تيجيني على المكتب تنط قدامي وتقول لي بدي لجنه اتلاف، بدي لجنه اتلاف. حبساوي لجنه اتلاف، بس الشغله مو بالسهوله اللي انت متصورها. هلا صارت لجنه اتلاف صعبه؟ مو صعبه الشغله، بس بدها شويه بتخطيط. هالمدير العام مو سهل. لكان انا شو اللي مخوفني؟ لا اطمن اطمن، المدير هلا ما له فاضي لحدا. ابنه عامل حادث سياره وقاعد بالمستشفى، يعني ما حدا حيقرب صوبك. معناتها اجيت والله جابه. المدير هلا ماله مشغول على ابنه، نحن بنستغل هالظرف ومشكل لجنه اتلاف تتلف المواد اللي ناقصه. ما نفكر بالموضوع،
قوم هلا روح لشغلك يلا، بعت لي الكمبيوتر اللي قلت لك عليه. الله الله قدر ولطف. الحمد لله، ألف الحمد لله على سلامتك وسلامة إصبعتك. شكرا يا جماعة. إن كان على السيارة حدا ميت جهنم من كبة ما تاكل هم بنوب. الله الله سبحانه وتعالى نجالك إصبعتك من كثر حسنات أبوك. أبوك خادم ناس كتير، أبوك جمايله مغرقتنا، مغرق الكل، مو هيك يا أستاذ سعيد؟ طبعا طبعا، سألني أنا. الله يحفظكم ويخلي لكم أصابعكم كلها. شو أستاذ سعيد؟ سعيد ما بنمشي؟ يلا يلا، ما يجي لقلبك شر، معافى. معافى أستاذ طارق، بتحب ارفع لك السرير شوي مشان ترتاح؟ أحسن لك ترتاح. أستاذ طارق إذا كنت محصور وبدك تطلع لبرا لا تستحي مني، على عيني وراسي، بس أنت أمور. لا ترفعه، حيدا بالساف، أنا بخاف من الارتفاعات العالية، بدوخ أنا وطي وطي. معافى، معافى، يلا خاطرك. سلامتك سلامتك. سلامة أصابيعك. سلامة قلبك وأصابيعك. بده يصير هيك واكثر من هيك كمان، شباب طايش مو مقدر اي مسؤوليه. لو كان دافع حق السياره ما تصرف هيك. هلا وقفت على حق السياره اخي، الحق مو عليه، حق على ابوه اللي سلموا اياها. بشوفها ورطانة وراتي. سيدي المرحوم جده كان عنده حماره قبرصيه بتتنقوس نقوزه. احترامي سيدي. لا بأس عليه سيدي، لا بأس عليه، لا بأس على أصبعته. سيدي سلامته. ما صدقنا نحصل على إجازة ساعية حتى نجي لهون نطمن على المحروس وصحته. نعم سيدي، نحن نستأذن حتى ما نتأخر عن الدوام. سيدي بالتلاحق. سلام عليكم سيدي. سلام عليكم. مع السلامة. سلام عليكم. كيفك يا بابا؟ أحسن بابا، بس صباتك كيفة؟ الساعات عم تنقف علي. بسيطة، إن شاء الله بيكن الوجع بابا، إن شاء الله بيكن الوجع. قلي لشوف. ممدوح كان عندك؟ بدك تصطاد بالمي العكري يا ممدوح، يا كريك. أبو شريف، ما لازم نقوم بالواجب ونروح الشقة لطارق؟ فكرت فيها كتير لقيتها ملازمة، يعني أنا خايف إنه المدير العام يفهمها غير شكل. أصبح لك أنا أعطيني إجازة ساعية وخليه يروح. أنا بتروح بعد الدوام. يلي جمعني فيك بالدنيا لا يجمعني فيك بالآخرة. هذا الكلامات يا سيادة المدير العام؟ فكرتك قيمت الدنيا وقعدتها مشان ابنك، تاريك رحت لعند ابو الولد تترجى خاطره مشان يصعد حقه عنا. احمدي ربك انه قبلوا، لو ما قبلوا ما كان فينا نعمل شيء معه. ملا مسؤول. بابا ارجوك لا تتخلى عن طارق، بعرف انه غلطان وبعرف انك زعلان منه، بس مو هلا وقت الحساب. لا تخافي بابا، طارق ابني ولازم اوقفه. شفنا شلون وقفت معه. خلصنا كبيرة. لك خلصنا بقى، شو بدي اتحمل؟ لا اتحمل المديريه وهمومها ولا ابنك ومشاكله ولا نقك ليل نهار. اذا شي مسؤول سال عنك وين انت؟ عند وحيد. وينك؟ احكي له مشاكلك، بركي بيعمل لك اياها شي مسلسل ببكي. بايخه. لا مو بايخه. لك هلا ما بدنا تفكير ولا ندلت قدامي، الشغله ما بتستاهل. الله يلعن الشيطان، الحق علي، انا تسرعت ووعدته بالوظيفه. لا شو فيها اذا وعدته يعني؟ فيها استغلال منصبي لاغراض شخصيه. خي سميها شو ما بدك تسميها، بس حرام تظلم نفسك، دير بالك على حالك. تفضل. يا ريته ما طلب مني الطلب. الحق علي، انا تسرعت.
لسه ما لحق يتنازل عن حقه ورح توعده بالوظيفة. لك يا ريت شنكلتها بشي شغلة تانية، كنت لقيت طريقة اتملص. بس المشكلة اني وعدته وعد قاطع ولازم نفذ وعدي. هلا شو فيها يعني اذا وظفته بتخرب الدنيا؟ بيخرب ميزان العدل يا وحيد. اوه علينا انت التاني، لا زودتها كثير احمد. هلا جاوبني بترجاك يعني. هلا اذا اجاك واحد فقير ومحتاج وطلب منك تساعده، بتساعده ولا لا؟ طبعا بساعده. ها؟ وهي رامي فقير ومحتاج وطلب منك تساعده. بس بساعده من كيسي مو من كيس الحكومة. هلا توظف رامي احسن ولا ينحبس طارق؟ الله يستر يا وحيد. طارق لهلا مهدد انه ينحبس واميرة مهددتني تترك البيت. ايه بدها الحكم؟ حكم اميرة؟ لك شبك؟ حكم محكمة المرور. بكرة. اشتهيناها لقبلنا، شو فيها؟ ان شاء الله بنرد لكم اياها بمناسبه احسن يا غالي. الحمد لله على سلامتك يا خالتي، الحمد لله اللي اجت سليمه. الله يسلمك يا خالتي. الله ستره يا اختي، الله ستره. الله يسلمك. شغاله ساعه؟ يهلك خالتي، طبعا شغاله. صدقيني احترت شو بدي اشتري له، بعدين ابو حسام شار علي اشتري له الساعه. الله يسلمك. ذهبها اختي. ما عم بسمع تكتها يا خالتي، ما فيها كلمة. خالتي على البطارية هي تقبرني على البطارية. شلون صار معك الحالة؟ هات احكي لنا صحيح. الله لا يورجيها لحدا يا خالتي، الله لا يورجيها لحدا. ماشي 50 35 بس انت هون شقدوحة جاب مني شقدوحة ماشي دفيقي، قال لي احد وحظت السيارة وحظت لك السيارة يا خالتي. على مهلك. ولو معروفك سابق ابو طارق. ولو يا ابو اسام، نحن ما في بيناتنا حساب ومعروف. بعدين انا ما سويت شيء يا غالي. طول عمرك متواضع وبتخدم بدون ما تنتظر مقابل، بس انا ما بنسى المعروف وان شاء الله ما بنساه. والايام رح تثبت هالشيء. لك اخي فعلا لا قصه تواضع ولا شيء، بس انا ما سويت شيء. بكفي انك تحمست لموضوع ابو حاتم وبيضت لي وشي قدامه. يا تقولي يا حالي ان شاء الله وشك ابيض على طول، بس شو الموضوع؟ شلونك سهر؟ ان شاء الله بخير. اهلين اخي حسام، اهلا وسهلا. شلونك مها؟ شلون رضاك على حسام؟ ان شاء الله ما عم بيعذبك. اذا عزمك تعي اشتكي لي، ها انا باخذ لك حقك منه. تسلموا هالايدين. بالعكس انا عم اعذبه. تفضل سيدي. مو مشكلة بابا، بتعذبني شوي بعذبها شوي، هي هيك الدنيا. ان شاء الله ايامكم على طول بتكون حلوة، ولا تاكلوا بمشي، انا جاهز لكل شيء. ليلى ليلى جيبي لي جاتو او حليب بسرعة. ما اتفقنا ما نجيب سيرة ابو حاتم قدام اميرة؟ مو هيك كان رأيك؟
ما بعرف شلون طلعت معي زلة انسان. على كل منيح اللي انت تركت الموقع وغيرت الحديث فورا. معقولة ما يكون احمد فتح سيرة قدام اميرة؟ ما بعرف، بس باين من ردة فعلها انها ما بتعرف شيء عن الموضوع. الحق عليها، ما بتعرف تقرر منيح. كان لازمها كم درس مني. وانتي اشطر مين بيعطي هيك دروس. من اول ما فوت بتبلشي فيي، مين قابلت؟ شو عملت؟ قديش دفعت؟ قديش قبضت؟ لكن شو اسمي مرتك؟ ولا بدك ياني اتركك تشتغل على كيفك؟ لا شلون؟ ما بيصير. بينتزع الشغل بعدين. شو ليلى؟ خلصتي غرفة مها؟ اي جاهزة. يعطيك العافية، شوفي المطبخ نظفيه منيح. على عيني. شو ماما؟ شلون الدراسة؟ الحمد لله يا ماما، الحمد لله. بس انا اللي محيرني انه كل شيء طاب. انا يعني راسي طاب، ورك الايسر طاب، الحمد لله كوعي طاب، كلني طبط، الحمد لله. بس اصبعتي صار له ثلاث اسابيع ما كانت تطيب، برغم انه بابا دكتور عم حيرني. بتطيب يا حبيبي، بتطيب بتطيب ان شاء الله. انت بس اهتم بدراستك ان شاء الله. ادعي لي يا ماما، ادعي لي. الله يوفقك. انا بحاجه لدعواتك. انا بعد بكره فحصي وبجوز يحطوني يعني. لا لا حبيبي لا، انت بس اهتم بدراستك وما بدنا شيء. الله يوفقك ويرضى عليك وما يضيع لك تعب. حبيبي انت اذا اعتزت شيء استعين برفقاتك ماما. رفقاتي رفقاتي مين بدي استعين بالشك دوحة؟ ما هني اصل السبب. بيعين الله يا ابني بيعين الله. ماما بتحب قول لليلى تعمل لك فنجان قهوه؟ ايه يا ريت. تكرم عيونك يا حبيبي. لو سمحتي ماما عملي اثنين اذا ممكن. ايه تكرم يا حبيبي. ليلى؟ يا ليلى؟ نعم. شوفي شوفي بالأول مين، بعدين اعملي القهوة. بسرعة. عم تتحجج بإصبعتك مو؟ إصبعتي عم تجعني. شوفي لي مين، شوفي شوفي مين إجا. ها؟ إجت الأنسة سحر. سحر؟ إيه سحر؟ يلا. بساطة روميو؟ أصيلة هالسحر، أصيلة. أيوه. إيه لكن. مرحبا. مرحبا طارق. اهلين. صحيح. اهلين. الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. هي الله بعث لك مين يساعدك. الحمد لله. شو شلونك هلا؟ ان شاء الله تحسنت. الحمد لله احسن، يعني طبط كلمي ما بقى غير اصبعك. اعطيكم قهوه. اي معلش. شو بدي اقول لك طارق؟ جبت لك دفتري في كل المحاضرات اللي ناقصتك، بلكي بتستفيد منها. الله يسلم هالايدين، شكرا كثير، شكرا كثير. شلونك مها؟ شو اخبارك؟ تمام. صحة. انا اسف كثير وخجلان منك. فعلا لانه كنت بفتره من الفترات فظ معك، فارجو انك تسامحيني. انا بالنسبه لي مسامحتك، بعدين المهم انه نلبس صفحه جديده. يلا تعال ندرس وعف الله عما عملنا. يلا. تفضل تفضل يا ابو صالح تفضل. بس يا عبي الشوم يعني انت تفضل تفضل، ما في احلى من حكياتك والمديريه كلها. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. اضحك اضحك دكتور اضحك، نشفت لي قلبي وانت حزنان، اشتقت لضحكاتك. طيب اسمعي. هات لشو سيدي. واحد حمل طاولته وقعد فوق فرع شجره، هي حزرك ليش؟ ليش؟ مشان يصير مدير فرع. ما في احلى؟ في احلى. واحد رسم دائره ووقف بنصها، هي حزرك ليش؟ مشان يصير مدير فرع. لا لقى. مشان يصير مدير دائره. طيب اذا واحد بده يصير مدير عام شو لازم يساوي؟ ما بعرف يا سيدي، لازم يقلل عقله ويجن ويترك عيادته ويجي لهون. سلامتك من الجنان يا دكتور. كيف كتبتي؟ بايدي يا لسان دكتور. يا عيني عليكي وانا بايدي. لا كثير منيحه. وانت شلون؟ وانا كثير كثير منيح. ايه مبروك معناتها. يا مها لا تصوري قديش انا مبسوط بانتهائنا من الامتحانات، ما بقيان غير تطلع النتائج وكل شيء تمام. فعلا امشي. يلا حاسس حالي لي شي 20 سنة ما أكلت. وأنا وين ما بدك أنا عازمة؟ أي مكان ما إياك يرضيني. يلا أمشي. بشار يمكن عم ينادي لك. الله
ايه انتوا علي اياما مع السلامه يا ابو حميد. شلون طلعتوا؟ يعني ماشي الحال. ايه بتحصلك زمان؟ يعني حوالي 5 دقائق. ما حسألك شلون طالعه لانه اكيد مجاوب على كل الاسئله مثل العاده. هلا طمني انت شلون كتبت؟ انا والله حليت كل الاسئله، ما بعرف بجوز انجح بجوز ما بنجح. بنجح؟ بجوز انجح يعني. ان شاء الله الف مبروك يا طارق. الله يبارك فيك. انت ما بتتصور قديش انا مبسوطه برجوعك لطارق القديم. طارق القديم؟ طيب معك 10 ليرات؟ مشان شو ال10 ليرات؟ عازمك على فنجان قهوه يلا. اوف اوف قانونك يا ابو حميد عادل وحقي. لا خلاص وقاعدين بالمديريه هلا فكرنا لساتنا قاعدين بالقاعه. الله ايام الجامعه. اوف اوف. ابو صالح ابو صالح. يا اهلين يا اهلين. الله يسعدكم دائما. تفضل دكتور. يسلموا ايديك. الله يسلمك. يسلموا يا ابو صالح. شكرا. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ايه هي اطمنت على طارق. دقن مين بدك تنتف بقى؟ في براسك شخص محدد؟ في شخص بس دقنه قاسي ونتفه مو سهل منوب. لا مين؟ الاستاذ ممدوح هذا الطولان. كمشت عليه شيء؟ مين بدك مش عليه شيء؟ هذا مثل الرخويات لزج ودبق وما بينكمش من طرف. تعرف انا متاكد انه هو منبع الفساد بالمديرين. كل دقن ولا موسى. لكان دبر لي شيء زي مرتب بلكي من اشيل له اياه. اي مو على عيني لك انت مور امر. اذا قلنا صاروا اخ 17 18 هيك صاروا حلقات مسلسل 20 حلقه. يعطيك العافية أستاذ. أهلين وسهلين. نعم أهلين وسهلين. أهلين. الله يسلمك. إن شاء الله خلصت معاملتي. إيه معاملتك؟ نعم. خالصة من مبارح. أنا ما قلت لك مبارح غيب نص ساعة. نص ساعة ورجع شغلت شوية ما قدرت أرجع. إذا ممكن أعطيني المعاملة. إيه تكرم تكرم. وهي معاملتك خالصة وعلى الآخر تمام. تفضل. شكر لك. 10 ليرات. شو قلت؟ 10 ليرات. ليرات 10 ليرات. 10 ليرات؟ مشان شو؟ أنا دافع حق الطوابع. هي ال10 ليرات مو حق شي بنوب، هي إكرامية إلي. أنا لحالي إلي إكرامية إلي. إيه؟ أخي ما بكفيني خلصت لك إياها على بكير؟ إيه على عيني تكرم عينك. تفضل. إن شاء الله معوضين. مع السلامة. شو قلت؟ مع السلامة. إيه؟ اشتغل. الله معك. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. معاملة 10 ليرات، إذا طلب 50 ليرة بطرح أعطيه. شو قيمة 10 ليرات بهالأيام؟ مرحبا بيك. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. شوف لك معامله زكاتك عندك. ما تكرم عينك. الله يكرمك. ايه عمي هي عندي. تفضل عمو ارتاح شوي لاخدمك بعيوني واعطيك اياها باليد. تكرم. كتر خيرك. نلبكك فيها. لا 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 ما في نلبك يا بنوب. شغلتي يا عمي شغلتي هي. ان شاء الله شغلت ابو معقد. لا ابدا انت امك وابوك رضيانين عليك الحمد لله. خلي لي اياها. تفضل اخي هي معاملتك خاصه باليد 10 ليرات. لا لا جاي شو 10 ليرات؟ 10 ليرات اكراميه. اكراميه شو؟ هي اول واحد يسالني اكراميه شو؟ 10 ليرات يعني بخشيش بقشيش بقشيش. يعني اكراميات انا بعرف انه ممنوعه. ممنوعه؟ انا الحق علي يلي ما استقبلتك بتكشيرة واخذت منك المعاملة من دون نفس ولحقتها بهالدرج ساعتها حضرتك تدفع 500 ليرة بس معاملتك تطلع منهم. معك حق بس بكل الأحوال الإكرامية مو قانونية. ما تخاف علي أخذها منك ويشتكي عليك. إذا إجا المدير العام ذات نفسه ومعه معاملة بده يدفع ال10 ليرات، بقى شو رأيك؟ بس أنا ما راح أعطيك، أنت شو رأيك؟ إذا دفعت ال10 ليرات هلا أحسن ما تدفعها بعد ربع ساعة 25 ليرة، شو رأيك؟ شو بدي أدفع 25 ليرة شلون؟ بطلش هالتليفون وبحكي الموظف اللي أنت رح تاخذ له المعاملة وبقول له المعاملة أنا غلطت فيها، بيقوم هو بيرجع لي إياها لحد لهون،
وساعتها لو تنحط بهالدرج هون وما تطلع الا والخمسة عشر ليره قبل منها. شو رايك؟ سيدي رح جرب حظي. شو رايك انت؟ جرب سيدي جرب. سلام عليكم.